بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كتيبة أبي الفداء في مدينة حماة نعلن انشقاقنا عن الجيش السوري ونعلن انضمامنا إلى الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، ونعاهد الله على حماية الشعب المتظاهرين، وندعو الشرفاء في الجيش الأسدي من ضباط وصف ضباط وأفراد إلى الانشقاق والانضمام إلى الجيش السوري الحر لمحاربة كتائب الأسد من الأمن والشبيحة الذين يقتلون الشعب الأعزل بغير حق، وندعو جميع الشرفاء للدفاع عن سوريا لكي تكون سوريا حرة أبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.